رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومعانا دلوقتي خبيرة التجميل ببيوتي سنتر جرين أميرة مصطفى، واللي هتكلمنا النهاردة عن العروسة المحجبة وإزاي تعتني ببشرتها وشعرها ولفات الطرح المناسبة للعرايس المحجبة. مباشرة أميرة صباح الخير، منورانا النهاردة. أميرة، العروسة المحجبة أو البنت المحجبة عامة بيبقى عندها مشكلة كبيرة جدا في وشها، إنه بيبقى فيه جزء من البشرة أغمق من الجزء الثاني، وده نتيجة طبعا لأن الحجاب بيشغل مساحة معينة من الوش. إزاي بقى العروسة اللي عايزة حل سريع جدا تتخلص من المشكلة دي؟ تمام. أول حاجة طبعا من أكبر المشكلات اللي بتقابلنا زي ما حضرتك لسه قايلة، موضوع إن الوش بيبقى فيه درجتين لون، درجة صحيح. اللي بتبقى تحت الحجاب اللي هي محمية من أشعة الشمس، والدرجة الثانية اللي هي معرضة للشمس. أول حاجة طبعا لازم نعملها إن احنا نحط سامبلوك واحنا نازلين، طالما نازلين بالنهار يبقى لازم سامبلوك، سواء بقى محجبة أو غير محجبة طبعًا. عشان نقدر نمنع الموضوع دوت بنحط سامبلوك مناسب لبشرتنا، ما نجيبش حاجة تخلي البشرة دهنية قوي، نختار نوع يكون كويس ومناسب لينا. تاني حاجة، لما بتجيلي عروس عندها اوريدي المشكلة دي بنبتدي نعالجها بالتقشير، دي بتبقى عبارة عن جلسات على حسب الدرجة اللي احنا وصلنا لها، هي بتبقى مرة واحدة او مرتين، احيانا بتوصل لثلاث مرات على حسب اختلاف درجة البشرة. ولازم نغسل وشنا كويس جدا بغسول يكون البشرة مناسبة ليه، وخلاص البشرة متقبلة ان هو بتتعامل معاه كل يوم او في اليوم اكتر من مرة، وما نسيبش ميك اب على بشرتنا فترة طويلة لان اوريدي احنا عندنا مشكلة في البشرة. وبعد كده بنعمل التقشير زي ما قلت. تمام، يعني نقدر نحل المشكلة دي بسرعة جدا عن طريق مشكلة التقشير. طيب العروسة المحجبة، بما انها محجبة من الطبيعي انها تفضل طول عمرها مش بتعتني بشعرها، يبقى قبل الجواز لازم تعتني بشعرها. العروسه المحجبه بقى ازاي تعتني بشعرها قبل الفرح؟ العروسه المحجبه بتبقى مشاكلها كتير شويه، لان هي بتبقى الشعر بالنسبه لها مش عائق او مشكله، مش مهم ان هو يبقى شكله كويس، ما بتاخدش بالها منه نوعا ما كل يوم، ممكن كل فتره بس مش كل يوم، لان هي بتلمه عادي وبتحط الحجاب. فمن المشاكل دايما اللي هي بتقابلنا مع العروسه ان هي اول حاجه ما بتعرفش ازاي تلف شعرها تحت الحجاب. اكيد بيبقى له طريقه معينه، لان لف الشعر ممكن ببساطه جدا يعمل لنا مشكله كبيره قوي، اللي هي اول حاجة ان الشعر بيبتدي يبقى فيه فراغات من الجناب او من قدام نتيجة لشد الشعر، ده نتيجة شد الشعر ونتيجة وجود الطرح عليه لفترة طويلة او لساعات طويلة قوي. دي اول حاجة لازم ان احنا دايما نعمل فرق في الشعر سواء من الجنب اليمين او الشمال، ودايما نغيره، علشان لما برضو بنعود الشعر على فرق معين من مكان معين بتلاقي ان الشعر اخد الشكل ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، ما ينفعش ان احنا نحط حجاب على شعرنا وهو مبلول خالص، لازم نبقى منشفين شعرنا قبل ما نكتمه لفترة طويلة. وتالت حاجة برضو، اغلب المحجبات بيبقى عندهم مشكله كبيره قوي، وهي مشكله تساقط الشعر لانه مكتوم فتره طويله. طبعا اي عروسه واساسي اول ما بتجيلي بتقولي على الحاجات دي بنرشح لها دايما البروتكس، لان البروتكس اسرع حل نقدر نقدمه لاي حد وامن حل في الوقت الحالي. تمام. هيبقى فيه تابلتس معينه هتاخدها، ممكن يبقى فيه كورس حقن لو الموضوع بقى مشكله كبيره قوي، بس اساسي علشان نخلي شعر الشعر شكله كويس، شكله صحي، ما فيش فيه المشاكل بتاعه التقصيف والهيشان والعوامل اللي الحجاب عملها مع الوقت. بنعمل البروتكس في البدايه، وبعد كده بنبتدي نشوف لو في علاج طبي يعني هتبقى محتاجه ان هي تاخده. طيب اميره، يعني اهتمامنا بالعروسه المحجبه النهارده هيخلينا نسال عن احد لفات الطرح اللي موجوده دلوقتي واللي بيقدمها بيوتي سنتر جرين، كمان الميك اب المميز للعروسه المحجبه هيكون عباره عن ايه؟ تمام. هو عامه كده كده الميك اب السامبل هو موضه بقاله فتره طويله قوي. ولو هنتكلم في ان احنا نروح فين، اكيد هنروح للسامبل لان هو بيبرز جمال العروسه. بس طبيعي لما بيجي لي عروسه محجبه ببقى مهتمه بالميك اب قوي، لان هو اكتر حاجه بارزه فيها، لان اوريدي الشعر مش موجود، احنا مغطينه بطرح. مش ببقى حابه ان الطرحه تبقى كبيره قوي زي ما احنا شايفين كده. الاكسسوارز مهمه قوي في الشتاء ده، في الشتاء ومن الصيف هي مكمله معانا من الصيف. تمام. الطرحه ما بقتش ساده خالص، اللولي طالع موضه، الاكسسوارز اللي عامله زي التوكه او بندانه من الجنب، بتتحط من الجنب او بتتحط من قدام، بتتحط على الطرحه يعني من قدام، يعني بنبرز جمال الطرحه بالاكسسوارز. تمام. وزي اي عروسه برضو عندها مبدا التاج، التاج مهم قوي عند العروسه زيه زي الفستان الابيض بالظبط. فعايزين نقول برضو العروسه المحجبه ان هي مش هتتحرم ان هي تحط تاج، عادي جدا ان هي تحطه سواء من ورا او من قدام على الطرحه، عايزاها كبيره عايزاها صغيره، كل ده في ايدينا، ما بيبقاش فيه مشكله خالص يعني. طب حلو جدا. طب دكتور، برضو الاميره، من العيوب اللي بتبقى بارزه قوي في الوجه وبالتحديد لو العروسه محجبه هي مشكله الانف، لما بتكون بارزه وكبيره بتسبب مشكله وبتبقى واضحه قوي لكل الناس وخصوصا مع السيدات المحجبات، ازاي نداري المشكله دي؟ هو ما بيبقاش فيها مشكله
خالص، لان دلوقتي زي ما احنا عارفين وزي ما جت على ودن ناس كتير قوي، بنات كتير قوي، في حاجه دلوقتي اسمها كونتور. كونتور دوت عباره عن حاجه بنعملها في الوش او طريقه معينه بنحط بيها الميك اب بتخلينا نخفي عيوب الوجه. يعني لو مثلا في مشكله انف مدبب، انف رفيع، ممكن الانف بيبقى عريض شويه من الجناب، كل الحاجات دي بتتدرب الكونتور ما بيبقاش فيها مشكله خالص. بس اهم حاجه ان لو الوش مثلا ملامحه كبيره قوي ما نعملش طرحه كبيره قوي من ورا، نحاول ان الدنيا تبقى نوعا ما هاديه شويه علشان الشكل يبان سامبل. اميره، احنا اتكلمنا سريعا عن العروسه المحجبه وازاي تقدر تهتم بجمالها. بشكرك جدا اميره مصطفى خبيره التجميل ببيوتي سنتر جرين، بشكرك. مشاهدينا الكرام، فقرتنا الطبيه انتهت وانتهت معاها فقرات صباحك. عندنا اكيد بنتمنى لحضراتكم يوم سعيد وموفق، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله.